السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، متابعي منصة رواق الثقة بالنفس، طريقنا سويا لتحقيق التميز، التميز لأبناء الأمة صغارا وكبارا. أيها الأحبة الكرام، الحكماء جمعوا مفاتيح النجاح فوجدوها 100، والبعض اختصر تلك المفاتيح إلى 10. اتفقوا على أن المفتاح الأول لنجاحي ونجاح حضراتكم في تلك الحياة إنما هو أن نكون واثقين من أنفسنا. الثقة بالنفس أيها الأحبة الكرام مكتسبة وليست موروثة، نسبة الوراثة والإطار الفطري فيها لا يتجاوز 5 أو 6%، في أعلى تقدير 10% موروث، ولكن الآباء والأمهات والمعلمين والمجتمع والإعلام والبيئة المحيطة والمساندة هي التي تربي إنسان واثق من نفسه، أو تربي إنسان ليس لديه القدرة على أن يكون حكيما في وصوله إلى أهدافه، ليس لديه القدرة على أن يقدر ذاته. الثقة بالنفس أحبائي الكرام ترتبط بتقديري لذاتي، ثم بعد ذلك تحقيق ذاتي. هذه الأمور باختصار شديد جدا، قدرتي على أن أكون ناجحا هي قدرتي على أن أربى وأنا طفل صغير واثقا من نفسي. أيها الأحبة الكرام، علماء النفس قالوا أنه لو اجتهدنا في أن نصنع حبة نضعها في فم كل منا تسمى بحبة السعادة أو حبة الثقة بالنفس، لا توقف علماء النفس وعلماء الصحة النفسية عن ممارسة أدوارهم، ولكن حتى الآن ما صنعوش حباية عنوانها الثقة بالنفس تحقق السعادة. أيها الأحبة الكرام، حتى نحقق الثقة بالنفس لابد وأن نقول وأسأل نفسي وحضراتكم لماذا الثقة بالنفس. برنامج هيمتد طوال تلك الفترة من لحظة بداية البرنامج إلى نهايته، سنتجول سويا في مواقف حياتية معاكم ومع ما قرأناه من أدبيات ومع ما نقرأه سويا من أدبيات، حتى نقول نعمل إيه عشان نحقق ثقة بأنفسنا لدى الأطفال ولدى الكبار. طب إذا كانت مكتسبة وأنا مفتقد الثقة بالنفس، هل أستطيع أن أكون واثقا من نفسي في المواقف القادمة، في تعاملي داخل أسرتي، تعامل حضرتك مع أبنائك، تعامل حضرتك مع زوجتك، تعاملك مع زوجك، تعاملك مع أطفالك، مع المحيطين بك؟ هل هناك علاقة بين الثقة بالنفس وبين مفهوم الخجل؟ هل هناك علاقة بين الثقة بالنفس كما قلت ومسألة الكبر وإننا بقى متكبر ومتعالي على الناس، ولا لا الثقة بالنفس فيها دلالات أخرى تختلف عن ذلك؟ أيها الأحبة الكرام، ومع هذا الأذان الذي يرفع ومع دعوة الله أكبر، الله أكبر هي بداية ثقتي بالله سبحانه وتعالى وبداية ثقة حضراتكم عندما نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. الواثق من نفسه دائما على مر التاريخ عندما نقرأ القرآن وعندما نقرأ في أدبيات المتميزين عبر التاريخ نجد أن كثيرا منهم في عالمنا الإسلامي، بل أن جلهم وأغلبهم كان يعلق ثقته بالله سبحانه وتعالى قبل أن يتخذ القرار. نلتقي إن شاء الله بعد الأذان لنكمل سويا تلك المفردات.